السلام عليكم، معكم اي جي تشكاري الاخوان الصحافه الاعلاميين في الحضور نص النهار غندوز الصحفيه باش تسيورخ الميكس تي بي نو درس صفر الموضوع النس. ومرحبا بكم تيمشي ان شاء الله غيابا وشي الشو ديس نعرض الاغاني الجديده دغيا فغن ونقدم كوريشتن وحدس وان شاء الله ديادو الدنيا الصباح وشكرا الطاس. بالنسبه للندوه الصحفيه نسيورخ خل كاريرين وبروفيسيونيل سيورخ خل ميكس تيب موضوع الناس ما يخص السوار خل الاغاني تمازيغ الاغاني تاع عرف تشكاري اختاروا انت مدينه النهضه اخت جانسن سواء اني اذا غيت تحب بانديني اذا غيت نتقادم وان شاء الله نقرس انا راني مدينه النغزات من ناحيه الفن وان شاء الله نتمنى التوفيق لجميع الفنانين مدينه النهضه. بكم تيش ان شاء الله غير مركب ثقافي هينيك شاي ربي هيا باش الشيء تحضام غادي نقدم الميكس تيب النغ والدواء عامة بيبليك باتر تاع حوز ماري ودغيا ياسين وان شاء الله تعطيو جن الامسيات شنو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. محمد امين المساوي المؤسس للجمعيه 23 كولتور نهار اقن غدي المركب الثقافي بندوه الصحفيه بالمناسبه الامسيه الفنيه للفنان اي جي اللي هو انس بيان سور. نهار ندوه نسيور خاسخ خ الامسيه على خيوشا وبمناسبه اللونسمون للميكس تيب الناس اللي هو البوم مصغر اثنا نضعتيو ان شاء الله غثنا عاشو عشي والامسيه غاتيلي غا خمسه نستقبل نهار الصحافه ماريو دينيتو غي يجا انتريسي الدومين الثقافي ديال المغرب سقسان الفنان نهار خمار يسقسيني يجا بويدا نجاوب نخاسن وجاوب نتنخاسن وان شاء الله نسقسي في الشيء. السلام عليكم، معكم دكتور بلاك ارتيست بروديكتور. اليوم جيت للنظر باش نساهم في هاد الشو اللي غادي يدير خويا انس وحبيبي اللي فريمون من الناس اللي كيعجبوني هنايا في النظر واللي ديجا خدمت معاهم مره ما جوج ما ثلاثه صافي بليزير. وان شاء الله غدا غادي نحتفلوا كاملين بالبريزونطاسيون ديال الميكس تيب ديالو اللي هي ديستيناسيون. وصراحه الناس اللي كيعجبوني نخدم معاهم يعني ندوز معاهم وقت في الاستوديو بحكم التجربه ديالي مع ديزوتخ ارتيست اللي هما في الرباط في الناظور في اكادير في الداخله وشرف ليا وميرسي بوكو لكل جورنال ميرسي بوكو بزاف. وان شاء الله غادي تشوفونا وتعاودوا تشوفونا هنا في الناظور وغادي نعاونوا الناس ديال الناظور اللي زارتيست منهم الدراري القدام منهم الدراري جداد وهادشي علاش حنايا جينا ودرنا هذا الشو هذا في الناظور وميرسي بوكو.